بخملية، هذه فوق الكويتة، في ذائقة فخفلية، هذه الترند. وفي طبقة ملكية، يعني مثلا أقول لك ما شاء الله جوك اليوم ملكي، لبسك اليوم ملكي، فيه طبقة أعلى من الملكي، تدري وش هي؟ الفلكي. أنت فخفلي. فخفلي. أون. ولا لحقني من غلطهم مشقة، أنا بموت وهم بكرة يموتون، والله يعطي كل ذي حق. حقه. الله الله الله. أنت ورا ما بسيت من القصيدة يوم نقولها. قصيدتي ما تبسي. أبس. اسمع. ها. يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة. إيه. الله. بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل. الله عليك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. إيه مسك يتمسك معليش معليش. الرجال. اللي ما يبسي شوي. ترسم انت نايه يا شباب ترى قلت العيال اول هي عمر خليني اقول بس هو المال قلت للشباب اول ترى نبي ناخذ شنط العيال نبي ناخذ شنط العيال ونبي نبسي كلنا واللي ما يبسي معنا لا يبسي اي لا يبسي نعم دحين انت مع كتاب الفت كتاب ولا باقي لا والله هذا بس طباعه زي كذا يا سلطان وان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله كان احاول اني اكتب عن شوق ال ايش اسمه اللي يقول همس ضفدع الوقواق لامه الوقواقه مزبوط اي بس اي مره لا زينه زينه بس الحليب واجد زود على مر الليالي والايام سوي فيه قصيده زود على مر الليالي والايام يا نايف تسوي لنا قهوه مره الله 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 اذا اعتاد الفتى خوض المنايا إيه؟ اول ما يمر به الوصول اي هل تعتقد ان الكلام هذا صدر من اشخاص يقولون ما يفعلون ام مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ويتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون ماذا تؤيد من هذه النظريتين استاذ عبد الرحمن العسيمي ها انا من الذين يتبعهم الغاوون بس انا ما يتبعني الغاوون الحمد لله يتبعني الاشاوس والرجال الصناديد باذن الله بعض المرات في 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 كتابات يحاول اوصل رساله اتمنى ان اكون هذا الشخص وان شاء الله اني سوف استطيع الوصول لا يا اخوي لا انا اقول وافعل باذن الله هل انت من تقول وتفعل تقول انا افعل والناس يقولون ما فعلت باذن الله ازيح الجبل ودك الجبل لا طيب انا بيتي يقول في قصيده يقول وجدت اعظم صفقه الان جبال طويق بالتصفيق يوم ان تذكرها جبال طويق تصفق لا بس ان جبال طويق وصفهم ولي العهد حفظ الله رعاه انه ناس طيب فحطيت جبال طويق هم اللي صفقوا لرؤيه الامير ويويلك لما بسيت طيب يقولون ما لا يفعلون الشعراء أنت متأكد؟ أنا أشوف أنها هذا كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل لكن بإذن الله أنا أقول بإذن الله أني أفعل وأقول لكن بعضها صح؟ إي أنا أدري أدري أتكلم عن خيال الشاعر بصياغة إي يعني مثلاً القصيدة الشعرية والبيت الشعري إي مثلاً يقول يتوسع خياله طيب أعطيك مثل على كلامك أستاذ نايف يقول في خسرها والله ما في كثر السوالف فائدة متى مضى حزامها قالت أعطوني إيش؟ ساعتي هل يعقل أن في خسر الساعة تشبك عليه؟ النملة. هذا مبالغة يقول لك يمكن نملة اجابها الرجل هذا كوميدي معك عبد الرحمن العسيمي موهبة الكوميديا يا حبيبي احب اللي قريبك صح يمكن والله ما في واحد سكر خسر بالساعة اي فهذا مما من المبالغة في المد مثل اللي يقول نضرب طويق ويزحف وراه هذا يعني كلام من المبالغة ايه حتى لو ما تسكر بالساعة النملة مبالغه أيوة وخيال ممكن قصه يا نعم. عمر ايش رايك بقصه قطن وعكاش اللي عاش قال جبل ومشى وراح ومقلع طميه ومقلع طميه اي يعني هذه اتوقع انها من اساطير الاولين اللي ما انزل الله بها من سلطان ما هو ابلغ خيال وصلت له ابلغ خيال انا من النوع اللي البيت البيت اللي تحس انك يعني هلا هلا ولد اللي يبي غدا من والله يلعن امه اللي يبي غدا من زين السؤال كيف ها انا متغدي جاهز الاثنين دولة انا ما اكلت بس ما ابي دقيقه ابلغ بيت في الخيال كتبت بيت في الخيال اعجبني السؤال والله طق الباب تراني بهالنا مقدم بس او نعم وايش يقولون عندنا ابلغ بيت وصلت فيه خيال اي تبغى الغداء ولا لا سم غدا هذا الله يجعل بالعافيه سلطان
تعلم العيال شوي في البرايم يبسون. ما يبون يقول لك. أنا ما. هلوفن تودي العالم وين توديهم؟ العالم الأرواح. العالم؟ الأرواح. نعم. يا حظ ضلعم اللي مر ما هو بشايف. يعني جعلت من العمى حظيظ يعني نعمة العمى إنه مر ما شاف الجمال الطاغي هذا. حبيب قلبي. تبسي الليلة؟ أببسي والله لبسي بسان. والله لبسي بسان ما بسوها اللي بسو من قبل بس هاي اللي ما يبسي حوان اللي يقول الرجال. متى نايف؟ ويش؟ عطنا أبلغ خيار وصف. أنا النية إن شاء الله إني. إني ببسي. إني ببسي. أنا نارج أبيات أبلغ خيار وصلت له في أبيات. أنت لا أبو لافي أنت لا تعطيهم على شعرهم خيال هالعام. لا أنا بغى الشعر الرجال. أنا عودة خيالنا أشياءنا. صدق صدق. وحنا في الواقع المشكلة في الواقع. عمر عطانا للبيت العمل في نعمية من ما شاء الله. أنت عطنا. يعني بعض الجمال ترى يبسي. إيه تزعل بنات الناس وين تزعل بنات الناس في قاعة الأفراح. يعني اذا دخلت تزعلوا وتبكي عيال الناس بس ما تشوفها. اي تفضل استاذ رائد. يقول مبسم شفاتك عسل من فك بهريقه اجمل شعور انت فاوصل به البدري. الصص ما كانك سمعت شيء. يوه هذا تروع.